زي الانيمال يا جماعه. الانيمال هي كلها ملتي سيلولر انيمالز وملتي سيلولر بلانت يا جماعه. اوكي معناها يكون من عده تشو. اوكي كويس يا جماعه. هذا النبات اولا له بتكون من 3 بيزك اورجانز. اي نبات بتكون من شنو يا جماعه؟ من 3 بيزك اورجان، من اعضاء اساسيه. الاعضاء الاساسيه زي شنو يا جماعه؟ الروت الجذور ومعها الستيم، وهي شنو يا جماعه؟ الساق، ومعها الليفز وهي شنو يا جماعه؟ الاوراق. يعني النبات يتكون من الجذور والساق والاوراق، او روت ستيم الليفز. هذين الثلاثة أشياء أو الثلاثة أعضاء قال أنها are organized. أنتوا شنو يا جماعة؟ مجموعتين، في واحد نسميه root system والثاني شنو؟ shoot system يا جماعة. root system معناه شنو يا جماعة؟ هذا الجهاز الجذري. الجهاز الجذري معناه أو نحن نسميه بترجمة ثانية المجموعة الجذري، أو الجزء الذي يوجد تحت شنو يا جماعة؟ في التربة. سميه شنو؟ مجموعة شنو يا جماعة؟ root system. أما الجزء الخارجي من التربة سميه شنو يا جماعة؟ shoot system. معايا يا شباب؟ الذي يضم شنو يا جماعة؟ الساق، ومعاه شنو يا جماعة؟ الأوراق. هذا بنقول له شنو؟ shoot system. بينما الجزء الذي يوجد داخل التربة سميه شنو يا جماعة؟ root شنو يا جماعة؟ system، أو مجموع جذري ومجموع خضري. مجموع خضري معناه شنو يا جماعة؟ شوت شنو يا جماعة؟ السيستم الذي يشمل الستيم الليفز. والمجموعة الجذري يشمل شنو يا جماعة؟ الروتس كلها. والروتس هي عبارة عن جذور. اوكي روتس هي شنو؟ قال روت از ان اورجان، هي اورجان او عضو. مهمة الروتس او وات ذا فانكشن اوف ذا روتس؟ قال واحد فيكس ذا بلانت تو ذا سويل، يثبت شنو يا جماعة؟ النبات في التربة. ان ابزورب مينرالز اند ووتر، ويمتص شنو يا جماعه؟ ابزورب مينرال اند ووتر، يمتص شنو؟ الماء والمعادن. اوكي ان ستور اورجانيك نيوترون، وبخزن شنو يا جماعه؟ المواد الغذائيه. اوكي دي وظيفه شنو يا جماعه؟ الروتس، يثبت التربه. فيكس بلانت اون ذا سويل. اثنين ابزورب مينرالز اند ووتر، وثلاثه ستور شنو يا جماعه؟ اورجانيك نيوترون، يخزن المواد الغذائيه. هذا مين؟ الروت. بينما الستيمز قال ستيم از ان اورجان كونسيستينج اوف، هو عضو يتكون من شنو يا جماعه؟ بيتكون من حاجه اسمها شنو يا جماعه؟ النوتس، وهو هو العقد، والانترنوتس وهي هي شنو يا جماعه؟ ما بين العقد. اي بمعنى انه هنا خلي بالك هذا النتو، لو ملاحظ هذا النتو سميه نوتس، وبين النتوين او العقدتين هذه من هنا لهنا سماها بانتر نود. انتر نود، لاحظ هذا النبات يا جماعه، هذه هي نود ودي نود، بيناتهم الاثنين نسميهم انتر نود. اوكي الليفز. اوكي الاوراق يا جماعه، قال the leaf is main photosynthetic organ. الليفز هي شنو يا جماعه؟ الاوراق. وفوتوسينثيتيك اورجان معناه شنو؟ عضو شنو يا جماعه؟ فضل بناء الضوئي يا جماعه. معناها الليف هو الذي يقوم بعمليه جذب اللايت، اتراكت ذا لايت ان ابزورب شنو يا جماعه؟ كربون دايوكسيد. اوكي هذا هو شنو؟ هذه هي الاوراق، معناها فوتوسينثيتيك شنو؟ ليفز جنرالي كونسيست اوف، عامة بتتكون من شنو هذه الليف؟ قال انه بتتكون من بتيولز وبليد وستالب. اوكي خلينا نشوف الاثنين هذين في الجزء الثاني، اذا ما اخذ زمن معنا كثير. اوكي اي نبات 3 بلاد تيشو سيستم عندنا يا جماعه في ثلاثة أنواع من شنو يا جماعة؟ الأنسجة النباتية. كم نوع يا جماعة؟ ثلاثة يا جماعة. الأنسجة النباتية الثلاثة هي شنو؟
plant organ has dermal, vascular and ground tissue. dermal معناها شنو يا جماعة؟ نسيك شنو يا جماعة؟ جلدي. هذا هو يا جماعة ده الديرمال. هذا النبات لو أخذنا منه هذه القطعة الجزئية يظهر لنا ده الديرمال، وده هذا الوعاء يسميه بالنسيج شنو يا جماعة؟ فاسكولار تيشو أو نسيج وعاي، واللي منطقة هنا يسميها بشنو يا جماعة؟ جراوند تيشو، وهذه المنطقة اللب في نص النبات يسميه بالجراوند تيشو، أوكي؟ الديرمال تيشو هو عبارة عن شنو يا جماعة؟ بتكون من حاجتين، إما إنه أبيديرمس وبريديرما ديرم. أبيديرم بشرب وبريديرم، هذا هو برضه يا جماعة ما 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 تتعطل هنا كثير، خلينا هنا. أوكي. هذه دي مهمة. فاسكولار تيشو، نسيج شنو يا جماعة؟ الوعاية. وهو بيعمل شنو نسيج الوعاية؟ مهمة شنو يا جماعة؟ ترانسبورت ماتيريال بتوين روتس عن شنو يا جماعة؟ شوت، ونحن قلنا شوت ده معناها شنو يا جماعة قبل؟ عندنا النبات بيتكون من جزئين الخارجي والداخلي والأرضي، سميناهم شنو يا جماعة؟ واحد شوت سيستم والثاني شنو يا جماعة؟ روت سيستم، روت سيستم قلنا نجده تحت التربة طوالي، والجزء الأعلى خارج التربة سميناه بشنو يا جماعة؟ شوت سيستم أو المجموع الخضري، أوكي. إذا الباسكولار تيشو أو النسيج الوعائي مهمته نقل شنو يا جماعة؟ المواد من شنو يا جماعة؟ بين إيه؟ الروتس ومعاها شنو؟ المجموع الخضري أو الساق والأوراق. هذه هو مين؟ مهمة الباسكولار تيشو. والباسكولار تيشو بيكونسيست أو يحتوي أو يتكون من تو تيشو، يتكون من نوعين من شنو يا جماعة؟ من الأنسجة. في واحد من النسيج اسمه زايلم اند فويلوم، اي بمعنى شنو؟ الزايلم هو شنو يا جماعه؟ الزايلم هو شنو يا جماعه؟ الزايلم هذا هو شنو يا جماعه؟ خشب. الخشب. والفويلوم هو شنو يا جماعه؟ اللحام. عارفين اللحام وعارفين الخشب يا جماعه؟ كويس. هذا هو عباره عن شنو يا جماعه؟ شنو؟ فاسكولار تيشو، نسيج وعائي بتكون من الخشب وبتكون من اللحام، كويس. وظيفة الخشب كاري شنو يا جماعة؟ كاري ووتر اند مينرالز upward from root to shoot. الكلام ده معناه شنو يا جماعة؟ الزايلم، الزايلم بيعمل شنو يا جماعة؟ الزايلم بيعمل شنو يا جماعة؟ بينقل الموية من الجذور إلى شنو يا جماعة؟ إلى المجموع شنو يا جماعة؟ الخضري، الجزء الساق والأوراق، هذه مهمة مين؟ الزايلم، أوكي. وبنقل الموية والمينرالز، كويس. بينما الفويلوم بينكري أورجانيك نيوترينتس. بنقل شنو يا جماعة؟ هذا اللحام. اللحام، بنقل شنو يا جماعة؟ الأورجانيك نيوترينت، المغذيات شنو يا جماعة؟ العضوية، فروم هوير زي أر ميد تو هوير زي أر نيدد. الكلام ده معناه شنو يا جماعة؟ بنقل المواد اللحام، بنقل المواد العضويه من المكان التي تم تصنيعها الى المناطق التي تحتاجها. هذا مهم شنو يا جماعه؟ الفويلوم او اللحام. الخشب بنقول له شنو يا جماعه؟ الماء معاه شنو يا جماعه؟ معاها المعادن، والماء دائما والمعادن اين توجد؟ في التربة، ومعناها حتنقل من بواسطة الجذور إلى الجزء الخارجي وهو الروت أو الشوت سيستم، بينما الفويلوم مهمته ينقل الأورجانيك نيوترينتس أو المغذيات العضوية. هذيل هو الباسكولار والزايلم والفويلوم. أوكي؟ النسيج الأرضي يا جماعة include various cells specialized for functions such as. وهذا يا جماعه هذا الجراوند تيشو او النسيج الارضي بيلعب يشتمل على عده انواع من شنو يا جماعه؟ من الخلايا المتخصصه. اوكي، زي شنو يا جماعه؟ اولا تلعب دور هذا الجراوند تيشو، تلعب دور في شنو يا جماعه؟ ستوريج، تخزن،
وفوتوسينثيسيس تلعب دور في عمليه البناء الضوئي وسبورت وتدعم يا جماعه. ده مين يا جماعه؟ الجراوند تشو يا جماعه. والفاسكولار تشو قلنا هي الوعائيه تنقسم الى اثنين، فويلم وزايلم. الزايلم هو اللي بنقول شنو يا جماعه؟ الماء والمعادن. الفويلم بنقول له الاورجانيك نيوترون او المغذيات. اما الجراوند تشو وهذا هو بيلعب دور كبير جدا في التخزين والبناء الضوئي والتدعيم او الحمايه. كومون تايبس اوف بلانت سيل، وهذه يا جماعه الانواع بتاعه الخلايا النباتيه لايك اني ملتي سيلولر اورجانيزم، زي اي كائن عديد الخلايا. ودائما البلانت از كاركترايزد باي، بيمتاز بشنو يا جماعه؟ سيلولر ديفرنشيشن. سيلولر ديفرنشيشن معناها انه حياه متميزه، ان سبيشاليزيشن اوف سيل ان ستراكشر اند فانكشن، ومتخصصه في التركيب وفي الوظيفه. اوكي، اهم حاجه في هذه بعد كده شفت في قادمه. سم اوف ذا ميجر تايبس اوف بلانت سيل انكلود، دايرين نعرف ما هي الانواع الاساسيه الميجر تايبس اوف بلانت سيل، الخلايا النباتيه. قال يا جماعه هذه الخلايا النباتيه تشمل لي بارينكيما، هذه الخلايا البرانشيميه، وكولينكيما هذه الخلايا الغرويه، واسكلارينكيما وهذه الخلايا الخشبيه، ووتر كوندكتنج سيل اوف ذا زايلم هذه الموصله للماء والمعادن، والشوجر كوندكتنج سيل اوف ذا فويلم وهذه موصله للمغذيات يا جماعه. هذه هي مين يا جماعه؟ المين تايبس اوف شنو يا جماعه؟ بلانت سيل، هي عباره عن بارينكيما وكولينكيما اسكلارينكيما، في واحدين بينطقوها بارينشيما وكولينشيما واسكلارينشيما، وهذه المعروفه بتاعت الزايلم والفويلم. اوكي كويس، لو جينا دارين نعرف ما هي وظائف البرينكيما، الخلايا البرينشيمية وظيفتها شو؟ قال أول حاجة موز أباندنت سيل إمبلانت، موز أباندنت سيل إمبلانت خلايا شنو يا جماعة؟ شائعة أو سائدة في النبات، يعني أكثر أنواع الخلايا النباتية هي شنو يا جماعة؟ برينشيمية أو برينكيما. أوكي، موز أباندنت، لا خلي بالكم لكلمة أباندن معناها بكثرة أو شائعة. سفيريكال أن إلاستيك، سفيريكال معناها شنو؟ دائرية وشنو يا جماعة؟ مرنة، سفيريكال. مين فانكشن أوف برينكيما؟ فوتوسينثيسيس أن ستورج. الوظائف الأساسية هي شنو يا جماعة؟ الستورج التخزين، وشنو يا جماعة؟ تلعب دور في شنو؟ في البناء الضوئي. ده مين يا جماعة؟ برينكيما. الكولينكيما هذه هي اولا thick ended cell walls plus cellulose، هذه الكولينكيما اولا مضاف لها شنو يا جماعه؟ السيلولوز، وهي خلايا شنو يا جماعه؟ غليظه، معناها وظيفتها شنو يا جماعه؟ سبورت، ليه؟ لانها فيها شنو يا جماعه؟ السيلولوز هذا الذي يعطيها القوه. اوكي، هذه مين؟ الكولينكيما. بينما الاسكلارينكيما وهذه الخلايا شنو يا جماعه؟ الخشبيه، فيري ثيك سيل وول، معناها شنو يا جماعه؟ غليظه جدا، بلس شنو يا جماعه؟ لجنين، واللجنين هذه ماده قويه جدا نجدها في اللحاف، تزيد من قوه وصلابه هذا الغشاء او هذه الخلايا. وظيفتها الاساسيه شنو يا جماعه؟ سبورت بروتكشن and transport، هذه عندها ثلاثة وظائف يا جماعة، support production حماية، ومعها شنو يا جماعة؟ نقل. اوكي يا جماعة، اوكي، هذه مين يا جماعة؟ الثلاثة أنواع، سميناها شنو يا جماعة؟ برينكيما، كولينكيما، واسكلارينكيما. الاسكلارينكيما هي أقوى واحدة من حيث المتانة، اللي بعدها شنو؟ كولينكيما يا جماعة، واللي بعدها هذه البرانشيما، وقلنا نجدها بكميات كبيرة جدا داخل النبات، وتلعب دور في التخزين وستورج اند فوتوسينثيسيس.
هذه هي الأشكال. أوكي. أخيراً التكاثر في النباتات يا جماعة. فلاورز وهي شنو يا جماعة؟ الزهور. Are the organ of reproduction in flowering plant يا جماعة. كويس. أنا لو سألتك ما هي أعضاء التكاثر في النباتات يا جماعة؟ ما هي أعضاء التكاثر في النباتات؟ هي شنو يا جماعة؟ الزهور هي أعضاء التكاثر يا جماعة أو فلاورز. هذه أعضاء التكاثر وين يا جماعة؟ كويس. التكاثر سميناه شنو؟ reproduction يا جماعة. Our flowers are the organs of reproduction in flowering plants. Okay. وهي كم نوع؟ most flowers have شنو يا جماعة؟ four parts. sepals وبيتلز وستامين وكاربيتس. كويس يا جماعة. هذه لها دور السيبلز والبيترز لها دور والاستيمنت هي الاعضاء بتاع شنو يا جماعه؟ الذكوريه يا جماعه ميل اورجان بينما الكاربيت هي شنو؟ فيميل اورجان يا جماعه خلي بالك ميل اورجان هذا الاستيمنت والكاربيت هي شنو يا جماعه؟ فيميل اورجان هذه عضو الذكري والانثوي اما السيبلز والبيترز هنجي نعرفهم في وقتها الان هذا مين يا جماعه هذا النبات الذي يتكون من كم جزء يا جماعه اربع اجزاء كويس اولا عندي البيترز هذه هي شنو يا جماعه هذه بقول لها بيترز والبيترز مهمتها شنو يا جماعه قال اتراكشن يا جماعه انسكت لانها دائما نلقاها كلرفول كلرفول معناها شنو ملونه يا جماعه وبتلعب دور في عمليه جذب شنو يا جماعه الحشرات لعمليه التلقيح يا جماعه هذه هي البيترز كويس السيبلز وهي دائما نجد شنو يا جماعه سترونج وقويه جدا وما دام هي سترونج وقويه معناها وظيفتها شنو بروتكشن ذا بود انتل ات اوبن وهذه مهمتها شنو حمايه هذا المكان هذا اوكي هذا الجزء يا جماعه هذا نقول الاستامين والاستامين يقول هو عضو شنو يا جماعه العضو الذكري ودائما يحمل شنو يا جماعه او يصنع شنو يا جماعه البولن والبولن هي شنو يا جماعه حبوب شنو يا جماعه اللقاح هذا هو البولن الذي يحمل هذه كلها سميناها بشنو يا جماعه الاستامين بينما هذه وهذه وهذه كلها نسميها بشنو يا جماعه كاربين والكاربين قلنا هي اعضاء شنو يا جماعه الانثويه وفي نهايه المطاف grow into fruit which contain seeds يا جماعه بعدين هي بتنمو بذور والتي تحتوي سيد سيد معناها شنو يا جماعه؟ بذور هذه البذور سيد وفروت هي شنو؟ الثمره اوكي؟ هذه هي الاستامين وهو قلنا ميل ميل معناها شنو يا جماعه؟ هذا الجزء الذكري اوكي وهذه الفتحة الأول فلقتين هذه سميها شنو يا جماعة؟ أنسر فالأنسر هي عبارة عن تحمل شنو يا جماعة؟ بولين جريز جرون انتو أنسر وبولين جرين قلنا معناها حبوب شنو يا جماعة؟ اللقاح أوكي هو البولين جرين أر فولي جراون جرون ذا أنسر سبليت أوبر بعدها بتفتح بمجرد ما تكتمل عملية النمو بالنسبة للأنسر بينما هذه هي الكاربل والكاربل هي شنو يا جماعه؟ العضو شنو يا جماعه؟ الانثوي الموجود وين يا جماعه؟ في زهره كويس يا جماعه ويحتوي عليه شنو يا جماعه الكاربل؟ يحتوي عليه على شنو يا جماعه؟ استجما والاستجما هو شنو يا جماعه؟ الميسم والستايل هذا هو شنو يا جماعه؟ القلم والكاربل وهي هي تعني لي شنو يا جماعه؟ اوفري والاوفري هو شنو يا جماعه؟ المبيض الاوفري وبينما الاوفيولز وهي تحتوي على شنو يا جماعه؟ الاكس هذه هي اوكي اوفري اوفيولز ستايل ستيغما هذه كلها نجدها وين في العضو الانثوي اللي هو الكاربين اوكي بولونيشن والبولونيشن يا جماعه عمليه شنو يا جماعه؟ عمليه التلقيح ودائما بيحصل شنو؟ فلور از بولونيتد هو انا بولين جراند land on its stigma يعني هذه هي الاستيغما وهذه هي البولين جرين او حبوب اللقاح لو سقطت في الاستيغما بعد ذاك تبدا عمليه شنو يا جماعه
عملية التخصيب وتنزل حبة اللماح إلى أن تصل هذه المنطقة. أوكي. البولينيشن أو التلقيح فلورين بلانت يوز من إنسكت بير تو ترانسفير بولين جرين فروم ستيجما استمن وهو جزء الأنثوي الذكوري إلى الاستيجما وهذا الجزء الذي نجده في الفيميل. أي بمعنى أنه كيف يتم التلقيح؟ يتم يا جماعة عن طريق شنو يا جماعة؟ الويند. الويند هي شنو؟ الرياح. والإنسكت هي شنو؟ الحشرات. والبيرتس هي شنو؟ الطيور. هي التي تقوم بعملية نقل شنو يا جماعة؟ حبوب اللقاح من الاستمن للاستجما. أوكي؟ أوكي. أنواع البولونيشن في السلف بولونيشن وفي كروس بولونيشن. السلف بولونيشن دائما تضبط حبوب اللقاح في نفس الزهرة يا جماعة. حبوب اللقاح تضبط أو يتم تخصيب من نفس الزهرة التخصيب. بينما التلقيح يتم في كروس بولونيشن من different types of flowers من زهرتين ثانيات يا جماعة. هذه واحدة وهذه واحدة. عشان كده نقول لها كروس بولونيشن وسيلف بولونيشن هذه من نفسها. هو البولين جرين لاند اون ستيجما بعد ما تسقط هذه حبوب اللقاح في الستيجما الجريمينيت. الجريمينيت معناها تبدا بنمو ان بولين تيوب جروس داون تو ان اوفن اك. تبدا طوارئ وتفتح هذه الانبوبه انبوبه اللقاح زي سبيرم ترافل. وهذه هي السبيرم مقصود بها البولين جرين او حبوب اللقاح through the bone tube. وهذه هي bone tube و to a few لحد ما تصل هذه المنطقه. fertilization and germination التخصيب والنمو. flowering او following fertilization the ovary develop into a fruit. كويس. ماذا يصير الاوفري؟ البويضه تصير شنو يا جماعه بعد ما يتم النمو؟ تتحول لشنو يا جماعه؟ فروت. فروت هي شنو يا جماعه؟ ثمرة. ثمرة. الأوفر تتحول لثمرة. أنا الأبيون البيض. البيضة تتحول لشنو يا جماعة؟ إلى بذور أو نقول لها شنو يا جماعة؟ السيد. لو سألوك قال لك الأوفر تتحول لشنو؟ تقول لك فروت. والأبيون تتحول لشنو يا جماعة؟ سيد أو بذور. أوكي؟ وان أور تو أيوة كوتن دلونز فوم. خلينا ندخل فيها طوالي. عندي يا جماعة نوعين من النباتات يا جماعة. في نوع يقول له مونوكوت وواحد ثاني يقول له شنو يا جماعة؟ دايكوت. نبات ذو الفلغة شنو يا جماعة؟ هذا آخر شيء عندنا. ذات الفلغة شنو؟ الواحدة. يعني أقول مونو معناه شنو؟ واحد. كوت اختصار لي الكلمة بتاعت مونوكوتولين. أوكي؟ مونوكوت معناها نبات ذو الفلغة الواحدة وداي داي معناها شنو؟ اثنين. وداي كوتس معناها نبات ذو الفلغتين يا جماعة. How to make a difference between them؟ How to make a differentiation between them؟ كيف تفرق بيناتهم الاثنين؟ قال simply in leaf veins. العروق تنظر لشنو يا جماعة؟ العروق المكونة لشنو يا جماعة؟ أوراق هذيل هذيل النبات ذو الفلغة الواحدة وذو الفلغتين. ها؟ اوكي؟ مخلين بالكم؟ كويس. قال في المونوكوت. مونوكوت نبات ذو شنو يا جماعة؟ الفلغة الواحدة. دائما بكون عنده شنو يا جماعة؟ عارف شنو؟ بارالل فينز. وهذا هو شنو يا جماعة؟ بارالل فينز معناه شنو؟ ها؟ بارالل فينز. ها؟ متوازيات. العروق اللي موجودة في النبات ما بتتقاطع مع بعضها وما بتتشعب. بمجرد ما نلقى اي ورقه فيها خطوط متوازيه او العروق بتاعتها متوازيه معناه هذا نبات شنو يا جماعه؟ مونوكوت. بينما الدايكوت نجد شنو يا جماعه؟ برانشينج فينز. برانشينج معناه شنو؟ متشعبه او متفرعه. هذه هي شنو يا جماعه؟ ده معناها نبات ايه يا جماعه؟ دايكوت. بينما هذا نبات شنو؟ مونوكوت. هذه لو بارالل. بارالل معناها شنو؟ متوازية. أما لو برانشينج معناها شنو؟ دايكوت. أوكي؟ هذه تقريبا آخر صفحة مش؟
اوكي كويس. برضو في اكثر من خاصيه ممكن انا افرق بها بين المونوكوت وشنو يا جماعه والدايكوت. كويس، كيف نفرق بين زوات الفراغ الواحده والفراغتين؟ كويس، هذا الصف الاولاني مونوكوت وهذا الصف الثاني شنو يا جماعه؟ دايكوت. كويس، لو جينا مسكنا نبدا من هنا، لو مسكنا هذا النبات، جبنا النبات وهذا الساك قطعناه ونظرنا بفرو هذا النبات، تم قطعه كده او هذه الجلولة اتقطعت كده ونظرنا من فوق، نجد انه من حيث الفاسكولار بندر الحزم شنو يا جماعه الوعائيه تصهر في شنو يا جماعه شكلها شنو هذه توصل الماء وتسحب الماء والمعادن والاملاح، هذه الفتحات عباره عن شنو يا جماعه اسكتر معناها شنو غير منتظمه ومشتته منتشره، هذه هي الفتحات مشتته دي الفاسكولار بندلز الارنجمنت اوف برايمري فاسكولار بندلز ان ستيب في الساك هي عباره عن شنو يا جماعه اسكتر معناها شنو يا جماعه منتشره، يعني نجدها واحده هنا وهنا هنا، بينما نجد في الدايكوت نجدها في رينج معناها شنو يا جماعه في حلقه او في دائره، هذه هي فتحات في ساك او في شكل رينج، اما هنا شنو يا جماعه اسكتر وهنا شنو يا جماعه ان رينج مين فاسكولار بندلز او الحزم شنو الوعيات، لو جينا نظرنا للمونوكوت فلاورز بارتس اجزاء الزهره في نبات ذو الفرق الواحده او المونوكوت يوجوالي ان ملتيبل اوف 3 دائما نجد شنو يا جماعه عباره عن شنو يا جماعه في مضاعفات شنو يا جماعه الثلاثه، هي هذه هي الفلاور واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة، لو بقت ستة معناها هي شنو يا جماعة؟ مونوكوت، ولو بقت تسعة معناها هي شنو يا جماعة؟ مونوكوت، هاي لأنها مضاعفات شنو يا جماعة؟ السرير، كويس، بينما نجد في الدايكوت دائما هي عبارة عن شنو يا جماعة؟ انفورس أور شنو؟ فايف، لو وجدت واحد واثنين وثلاثة أربعة وخمسة هذه هي حتكون شنو يا جماعة؟ دايكوتس اوكي؟ كويس دي من حيث البارت اوف فلور كويس من حيث فيز ان ليفز فيز ان ليفز معناها شنو؟ دكتور نفس الكلام ينطبق تحت في يعني لو كانت ثمانية حيكون لو ثمانية ايوه لو ثمانية حتكون اسمع شنو لكن ما بتلقى نبات فيه ثمانية هي اصلا هي هذه اربعة يا خمسة اي هذين الاثنين اما هذا المضاعفات بتاعت الثلاثة هذه يمكن اوكي بالنسبة للعروق التي نجدها منتشرة في الورقة ان ليفز يا جماعة فينز ان ليفز قلنا دائما في المونوكوت هي دائما شنو يا جماعة بارلل معناها شنو متوازية هذه هي خطوط متوازية ما بتتقطع مع بعضها بينما نجدها وين يا جماعة في الدايكوت دائما نجدها يشبه شنو نت لايك معناها شنو يا جماعة في شكل شنو شبكة أي برانشين يا جماعة كويس بالنسبة للكودي لدونز وهي الفلغة دي بتتكون من شنو يا جماعة فلغة واحدة بينما هذه بتتكون من شنو يا جماعة تو فلقتين اوكي هذه كله ما يقال عن كيف انك تميز بين الاثنين اوكي مفهوم يا جماعه خلوا بالكم في وتقريبا الدرس خلص السلام ها اي كويشن يا جماعه في شيء ما مفهوم الا التوصيه يا جماعه الامتحان ده والله شيء عادي جدا يا جماعه شيء عادي اللي معلومات حصيلة العلمية اللي موجودة عندك كافية لكن بس ركز كيف تفهم السؤال الزهول ما دميج ودور عود وتضيع زمنك كلمة ودار تشرح الكلمة وما أدرك مع الكلمة فهمت أنه داير تميز بين ذوات الفلغة الواحدة والفلغتين عندك المعلومة العامة موجودة عندك
والله هذه من حيث العروق هذه فلغة وهذه هي برانشين، من حيث وجود الفلغات هذه واحدة وهذه اثنين، تفهم بعد كده من سياق الكلام تقدر تجاوب، ما تضيع زمنك وتتخوف وتشوف كلمة كلمة وتربط. أفهم السؤال أول حاجة الزهور أوكي، وبعدك جاوب أوكي. السلام عليكم إلا لو عندك